بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معانا برنامج صحتك في صيامك، صحتك في صيامك النهاردة مع الدكتور أمير صالح. هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو احسبها بالحسنات. ازاي احسبها بالحسنات وازاي صحتي تتحول لحسنات، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. كثير من المسلمين أثناء الصيام في هذا الشهر الكريم تلاقيه يروح يسأل الشيخ يقول له لو بلعت ريقي هل أفطر؟ أقول له والله السؤال ده بينم عن حاجة في قلبك، إن عندك خوف ومخافة ربنا حتى الريق، تخشى إنه يفطرك عشان ما تفقد حسنات اليوم ده. وقول لو أنت حريص هذا الحرص، والله طبعا إحنا عشان نجاوب على السؤال ده لا ما يفطروش طبعا، ولكن هو حرصه عشان الأجر إنه بيحسبها صح، بيحسبها بالحسنات. لو احنا كلنا واحنا بنأدي اعمالنا في هذا الشهر الكريم نحسبها بالحسنات، هتلاقينا كلنا نجتهد ونتنشط. كتير من الطلبة يقولك عايزين نمتحن قبل ما رمضان يجي، وعايزين نقعد في البيت كأن شهر رمضان هو شهر الراحة والدعاء والتكاسل. لا، احنا شهر رمضان هو شهر العمل والكفاح والجهاد. غزوة بدر كانت في رمضان، 6 اكتوبر كانت في رمضان، احنا عايزين نقول فتح معركة حطين في رمضان. كل الانتصارات كانت في رمضان لان كان فيها همم عالية، همم لان بيحسبوها بالحسنات. احنا في الشهر ده واحنا بنصوم الساعات الطويلة كلنا حاسبينها بالحسنات، عايزين ناخد الاجر، كلنا بنجري عايزين ندخل من باب الريان، الباب اللي هينادي علينا على الصائمين. كلنا نفسنا نتحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وننادى من هذا الباب. لذلك انا بقول احنا في الشهر ده احنا بنبذل لبلدنا، بنبذل في عملنا في مذاكرتنا، عايزين نحسبها بالحسنات، بلاش نحسبها بالفلوس. يعني الواحد اللي بيقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عن فضل واحد من فضل الذكر، بيقول من قال سبحان الله غرس له بها غرس في الجنة أو نخلة في الجنة، أو كما قال. لو كل واحد فينا يدرك إنما يقول سبحان الله بيبقى في حسابه 10 جنيه في البنك مثلا. حد فينا هيبطل يقعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ لا، كلنا مش هنبطل، كلنا هنبدأ نقول ليه، ان احنا على يقين ان البنك عمال يعد لنا 10 جنيه في كل تسبيح. ما بالك اذا كان اللي بيوعدك كده هو الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك كثرة الذكر ومن قال سبحان الله غرس له بها غرسا في الجنة او كما قال. تخيل بقى وانت قاعد في رمضان الاعمال بتتضاعف، الحسنات بتتضاعف، وانت صائم محتسب، الناس بتاكل وتشرب حواليك طبعا دول غير المسلمين، وانت عشان الاجر والثواب صائم محتسب صابر على هذا التعب. طب ايه اللي بيخبيك ده؟ بيقولوا ان شهر الصيام شهر المراقبة، بيرب فيك ان انت ما انت ممكن تختفي عن عين الناس وتقعد تشرب او تاكل. ايه اللي بيخليك تراقب نفسك؟ انك عارف ان في ربنا مطلع، وده شهر بينمي فينا المراقبة، عارف ان احنا واحنا بنعمل اي عمل هناك رب مطلع بصير حسيب سميع، سمعك وشايفك. لذلك وانت في هذا الشهر احرص ان انت تزود حسناتك، اجتهد في عملك، ادي واجبك احسن من قبل رمضان، لانه انت بتعمل اي عمل عشان ترضي بيه ربنا انت كده بتزود، احسبها بالحسنات. لذلك الطالب اللي بيجتهد في شهر رمضان ويذاكر انت واخد اجر اكتر من غير رمضان، ده شهر بيضاعف فيه الحسنات. الأستاذ اللي بيحاضر واللي بيمتحن، وهنا بكلم بقى الأساتذة بقول لهم يعني ارحموا الطلاب بالأسئلة الصعبة في الامتحانات الشفوي، ارحموا الطلاب بالأسئلة الصعبة في الامتحانات العملي. مش معنى كده نديهم أسئلة تافهة، لا، أسئلة مفيدة في المنهج، بلاش نطهي الطالب. وده الكلام بقوله لنفسي ولزملائي، وأقول للطلبة إياكم والتراخي والتكاسل في هذا الشهر، اجتهدوا وراقبوا ربنا واجتهدوا لجلب الحسنات. في ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.